سيروا إلى الأمام، يعني لولا المقاومة ما شفنا حريتنا ولا تنسمنا هوى الحرية، لولا المقاومة ما شفنا الكرامة ولا العزة. المقاومة يعني هي أساس كل شيء، أساس تحرير فلسطين، وهي يعني أرض تستحق التضحية. فلسطين من البحر للنهر إلنا، إحنا على حق، إحنا على يعني هم دولة الباطل الزاهق إن شاء الله، هم دولة الإس، دولة السادية اللي يعني حتى ما قبلوا يبلغونا إنه في صفقة، ما قبلوا يدخلوا الفرحة على قلوبنا مقابل إنه إحنا ما نفرح، لأنه هم مكلومين، هم كثير مكلومين من المقاومة، وإن شاء الله النصر والتمكين للمقاومة، والله يجزي أهل غزة عنا خير الجزاء، أطفالها ونسائها ورجالها، بيوتها المهدمة اللي بتعطينا عزة وكرامة، شوارعها المدمرة، مستشفياتها اللي استبيحت، كل هاي الأشياء الحمد لله رب العالمين إنها عزة وكرامة إلنا، والنصر والتمكين للمقاومة بإذن الله تعالى. وسيروا الله معكم وإحنا معاكم إن شاء الله، ما راح يخوفنا تهديدهم ولا راح نخاف لا من سجن ولا راح نخاف من استشهاد. إحنا مش أحسن من أهل غزة اللي قاعدين بكذبوا في أطفالهم، بكذبوا في شبابهم، بكذبوا في نسائهم من أجل حرية أمي غزة، يعني دافعت عن أمي بأكملها، مش بس عن فلسطين، أحيت الأمة الإسلامية كلها.